بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بأسمى آيات التقدير والاحترام نرحب بكم أيها السادة الأفاضل، سيما عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمطاردين والمغتربين، فتحية لكم بما أديتموه من شعور بالمسؤولية وأداء للواجب الوطني والشرعي في مواصلة حراككم الثوري ضد كيان العدو الخليفي، حتى تحقيق أهداف ثورة 14 من فبراير. وإننا أيها الإخوة والأخوات، إذ نشهد في هذه الأيام بداية العام الدراسي الجديد، نجد أنه من المؤلم أن نشاهد الكثير من أحبتنا وأعزتنا الطلبة قد حرمهم كيان العدو الخليفي الفاسد من مواصلة تحصيلهم العلمي، وأبعدهم عن كراسي التعليم في المدارس والجامعات، وزج بهم في غياهب سجونه المظلمة مع كوادر كثيرة من الجسم التعليمي، وذلك في جريمة بحق الأجيال ستبقى وصمة عار تلاحق الدكتاتور حمد وعصابته المجرمة. إننا كلما استعرضنا معاناة الشريحة الطلابية والجسم التعليمي في البحرين، ورأينا ما صنع العدو الخليفي المدعوم من المحتل السعودي بحق أحبتنا وأعزتنا، نزداد إصرارا وعزيمة على تصعيد حراكنا الثوري للإطاحة برأس هذه العصابة الحاكمة. كما يتعزز في الوقت ذاته موقفنا الحاسم في مقاطعة مسرحية الانتخابات التي يحضر لها كيان العدو الخليفي المتهاوي، ومقاطعة كل ما من شأنه إطفاء الشرعية على الحكم الخليفي الفاسد. ختاما، نعبر عن تضامننا الكامل مع الأحبة الطلبة المحرومين من مواصلة تحصيلهم العلمي، سواء كانوا معتقلين أو مطاردين أو مغتربين، ونقف معهم ونؤكد بأن تضحياتهم وصبرهم لن تذهب هدرا، فهم الأعمدة الحقيقية لهذا الوطن العزيز، وبفكرهم وعقولهم وسواعدهم ستشيد البحرين الأبية لتكون أجمل الأوطان. وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الخميس 18 من سبتمبر أيلول 2014، البحرين المحتل.